اسمي الدكتور عادل سعيسة جواني، أنا طبيب استشاري في تخصص طب الأسرة. حصلت الحمد لله على بعثة من قيادة دولة الإمارات للدراسة خارج الدولة. درست في الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، وحصلت على عدة شهادات ماجستير وكذلك الدكتوراه والبورد في طب الأسرة وكذلك عدة شهادات قيادية. كان يقولون إن ما في وايد أطباء إماراتيين، وقالوا دكتور عادل يمكن الناس ما بتي عندك لأن الأطباء الإماراتيين قلة ويمكن ثقة الناس في الطبيب الإماراتي مش كبيرة. الحمد لله عملت بشكل كبير على تغيير مفهوم طب الأسرة، صارت الناس عندها ثقة كبيرة في الطبيب الإماراتي. طبيب الإماراتي محل فخر، حصلت على عدة شهادات من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ربي يحفظ رئيس الدولة، جائزة الشارقة للعمل التطوعي، جائزة البحرين للعمل التطوعي، جائزة الشارقة لأفضل طبيب متميز، وتأهلت لأوسمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ربي يحفظه. طب تخصص جميل، شجعوا عيالكم على الالتحاق بهاي المهنة، والطبيب الإماراتي هو حاليا محل ثقة الجميع. تحية لجميع الأطباء الإماراتيين.